أهلا بكم. بمناسبة ذكرى ثورة يناير وفي وقت بتسيطر في حالة تجاهل من النظام السيساوي، رسمي تجاهل بل وهجوم، مش بس تجاهل وهجوم على إحياء ذكرى ثورة يناير في الوقت ده. الحقيقة اللي هي ثورة شكلت جزء مهم في المجتمع وخطوة مهمة جدا وصعب نمحيها من أذهان المصريين في الوقت ده. وسط هذا التجاهل من كل مؤسسات الدولة على رأسها السيسي، بيجي بيان الأزهر الشريف بذكاء شديد، بيمشي عكس التيار الرسمي وبيبروز المحطة التاريخية دي من نضال المصريين. الأزهر أصدر بيان في منتهى الذكاء، أشاد في البيان ده الأزهر الشريف بدور الشرطة المصرية في ملحمة الإسماعيلية قدام الاحتلال الإنجليزي و52. يعرب الأزهر عن اعتزازه وتقديره لما قدمه رجال الشرطة البواسل في ملحمة الإسماعيلية من تضحيات غالية، فسطروا صفحة من الشرف والفخر أو سطروا. كما يهنئ الأزهر الشريف جموع المصريين بذكرى ثورة 25 يناير المجيدة التي كتبت فصلا جديدا في تاريخ النضال والسعي نحو النهوض بالوطن. في منتهى الذكاء الأزهر الحقيقة بيحيي الشرطة اللي ما وقفتش قدام الشعب لأنها كانت واقفة قدام الاحتلال، وبيحيي ثورة يناير. الأزهر الحقيقة بيقوم بدور وطني سياسي معارض يعجز عنه للأسف الأحزاب والتكتلات السياسية وشخصيات زي خالد منتصر ويوسف زيدان وإبراهيم عيسى اللي لسانهم ما بيطولش إلا على الأزهر والقرآن بس. فخلينا نشوف تفاعل الناس على بيان الأزهر في ذكرى يناير، نشوف كده البوست وتفاعل أو تعليقات الناس عليه. تفضل يا علي. آدي الناس، صاحبك مش بيحبها، انجز يا مولانا، أحسنت قولا الله يبارك فيك. الثورة نجحت ثم تركت لشوية لصوص، اتعمل علينا ريمونتادا أسوأ من ريمونتادة ليفربول مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا. دي بعض التعليقات من الناس اللي علقت على البيان بتاع الأزهر، ويحق الله الحق بجنوده ويمحق الباطل وأعوانه. يتم محواها عمدا والسلطة كرهها لها ولأحداثها بكل أسف، لكنها كانت نضال وثورة شعب. حفظكم الله من كل مكروه وسوء. بس برضو مش ده الموقف الوحيد النهاردة اللي أخده الأزهر، في موقف تاني إيجابي للأزهر وقفوا النهاردة برضو ضد حرق وتمزيق المصحف الشريف في السويد أو في هولندا من أي مواطن أوروبي أو من اللي عملوا كده. واستحالة من الصمت العربي والإدانة حتى كانت على استحياء. جاء بيان وتصريح الأزهر يدعو المسلمين حول العالم بمقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية. آدي بوست الأزهر أهو. الأزهر يطالب الأزهر بمقاطعة منتجات هولندا والسويد واتخاذ موقف قوي موحد نصرة للقرآن ورد على هاتين الدولتين لإساءتهما لمليار ونصف مسلم والتمادي بالجرائم البربرية تحت ما يسمونه حرية التعبير وهي ديكتاتورية الفوضى. ويشدد الأزهر على التزام بالمقاطعة وتعريف أطفالهم وشبابهم ونسائهم بها، وأن يعلموا أن العزوف أو التقصير هو تخاذل صريح عن نصرة الدين، وأن هؤلاء لن يدركوا قيمة الإسلام إلا حين يكونون أمام ضرورات لا يفهمون إلا لغتها. ده لا بس معلش نجيبه تاني علي الله يكرمك. أنا بس ليه عتاب صغير رفيع، لا معلش عتاب رفيع على البيان ده، نكلم فيه الشيخ عصام تليمة. أنا ليه عتاب على شيخ الأزهر أو على من كتب هذا البيان في أنه وصف هذه الجرائم بالبربرية؟ والبربرية هو مصطلح أصلا نحت في القرون الوسطى وصف به الأتراك والعرب أو المسلمين بشكل عام يعني، أو وصف به الأوروبيين من هم أقل منهم حضارة يعني وشأن. بس البربرية يعني بتعود إلى شعب عظيم اللي هو البربر، ودول ساكنين فيما أعلم أنا وقد أكون مخطئ واللي يردني يردني وأنا قابل للتصحيح. البربر هم شعب عظيم جدا يسكن جبال أطلس
من ليبيا وحتى بعضهم في مصر يمكن في واحد سيوة عندنا حتى المغرب وحضارة عظيمة وشعب عظيم. لكن الأوروبيين هم اللي نحتوا المصطلح أنه أي همجي يبقى بربري، وهذا ليس صحيح. فأنا إذا كنت أنا صح وأنا برضو قابل للتصحيح، يعني كنت أفضل أن شيخ الأزهر أو مشيخة الأزهر تصلح البيان ونعتذر لإخواننا البربر ونصف هذه الجرائم بالهمجية أو بالبدائية أو بالوحشية وليس بالبربرية إذا كنت أنا صح. أما إذا كنت أنا غلط فأنا أعتذر وأقول أنا أخطأت في المعلومة. على أي حال خلينا نشوف، أدي مجلة الأزهر، صوت الأزهر راحت طالعة وعملت كده، صوت الأزهر حاور وقاطع ولاحق منهج الأزهر الشريف في التصدي للمساس بالمقدسات، قاطعوهم. الأزهر يدعو الشعوب العربية والإسلامية لمقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية نصرة للمصحف الشريف، أي عزوف أو تقصير. ده جزء من البيان، هو تخاذل صريح. إدانة شديدة لإقدام إرهابي اليمين المضطرب بالسويد وهولندا على حرق المصحف، مشهد متكرر يدل على تواطؤ السلطات مع هؤلاء المجرمين. ده الأزهر اللي بيقول. وهذه الأفعال الصادرة من الهمج لن تنال من حرمة المصحف، ده صحيح، أو هو اللي بيقول يعني، أو المصطلح صحيح، همج وليس بربر. سوف يظل القرآن الكريم في عليائه كتابا هاديا للإنسانية جمعاء وموجها لها لقيم الخير والحق. والإمام الأكبر يدعو إلى عقد مؤتمر لعلماء الإسلام ورجال الكنائس. هنا يعني كلام محترم، أين الكنيسة المصرية في الرد على الإساءة في حرق المصحف؟ ما برضو تودرس ملوش دعوة، مش تودرس مش هنا. على كل حال الناس علقت على الدعوات اللي أطلقها الأزهر لمقاطعة المنتجات. بعد الموقفين دول مين بقى أصدق في التعبير عن مصالح، بعد موقف تحية ذكرى يناير وموقف تصدي الأزهر لحرق المصحف، مين أصدق في مصالح في الدفاع عن مصالح مصر؟ خلينا ناخد التعليقات بتاعت الناس كده. الناس قالت ايه في التعليقات؟ هذا واجب علينا نحو ديننا الله في أزهرنا وإمامه الأكبر. دي الدكتورة إلهام شاهين، طبعا ده تشابه أسماء بس. الحسن البخاري قاطعنا استجابة للأزهر الشريف، 125 عاملين لايك. بالنسبة للمنتخب المصري اللي هيلاعب السويد بعد يومين، دي مش شغلته بقى يا أستاذ محمد توفيق. جزاكم الله خير، ريت حد يتطوع ويقول لنا أهم أسماء هذه المنتجات عشان تكون معروفة. ده حد بيسأل. هم نشروها قبل كده، نشروا أيكيا ونشروا مجموعة المنتجات السويدية اللي موجودة في الأسواق العربية. لو أنا بس ردا على ده، اتنشرت كتير يعني. منتخب مصر اليد في السويد وهيلاعب منتخب السويد من أربع في كأس العالم اليد، لو يتم التنسيق مع اتحاد اليد لا أخذ موقف هيبقى له صدى جامد، خصوصا أن أنظار العالم هناك. ما تنساش أن الدكتور حسن مصطفى هو رئيس اتحاد الدولي لكرة اليد، ومستحيل يعمل كده، مستحيل على حد علمي. ممكن يكذبني وينسحب، ممكن يكذبني ويعمل حاجة المنتخب المصري، ياخد المصحف معاه ويرفعه في الملعب بس. يعني ممكن نعمل كده، ممكن نعمل أي حاجة تانية غير ان هم ينسحبوا، لان الانسحاب هيبقى بغرامات كبيره جدا، وانا مع الانسحاب يعني، ممكن ايده، بس هم كاتحاد دولي صعب قوي. بعد الموقفين دول مين اصدق في التعبير عن مصالح مصر والامه؟ مين بيحترم مشاعرها؟ النظام ولا الازهر؟ السيسي اللي ربنا كان بيكلمه اللي قال له روح يا عبد الفتاح ومعاك البركة، طب أنا هدي لك يا عبد الفتاح، ولا الأزهر اللي شغال في صمت؟ للنقاش أكتر حول الموضوع ده خلوني أرحب بضيوفي الحقيقة، الأستاذ الشيخ عصام تليمة أحد علماء الأزهر. شيخ عصام أهلا بحضرتك. شيخ عصام ياريت تكون سمعني. أنا سمعك. وأنا ما سمعتكش. طيب كويس، أهلا بيك مبدئيا يا شيخ عصام وتحياتي لحضرتك. خلاص محمد اهلا بكم شيخ الكرام. طيب شيخ عصام، هل لديك تفسير او قراءه لان الازهر هو المؤسسه الرسميه الوحيده اللي احتفلت بذكرى ثوره يناير، وما دللت كده يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اله وله وبعد. الحقيقه يعني الصوره واضحه وضوحا بينا جدا. اولا نحيي شيخ الازهر على البيانين بشكل قوي جدا.
خاصة في ظل هذا التعتيم الإعلامي من إعلام السلطة على البيانين، يعني لن تجد أي إعلام في السلطة تناول البيانين بأي شكل، يعني كتر خيرهم أو كتر خيرهم عليهم قد ما هو يعني الاستغراب أكتر. يعني تفسير الموقف وجهة نظري أن مؤسسة الأزهر لم تجد حدثا سياسيا وطنيا شعبيا أعاد للأزهر مكانته وللمشيخة مكانتها إلا ثورة يناير. ثورة يناير يا أستاذ محمد لو نرجع لها هنلاقي قبل يناير أيام مبارك والسادات وغيره كان تعيين شيخ الأزهر يعود له هو اللي بيختار، وحكيت قبل كده طريقة اختيار شيخ الأزهر وشيوخ الأزهر بيختاروا إزاي. ثورة يناير هي التي كان في أي نزاع بين الفصائل السياسية تحتمي وتلجأ للأزهر وتعلي حتى القوى المدنية تعلي من شأن الأزهر، وذلك وثائق الأزهر التي أخرجها كان ينزل عليها كل الفصائل السياسية. ده واحد. اثنين، أعادت ثورة يناير للأزهر هيئة كبار العلماء التي ينتخب فيها العلماء، وينتخب هؤلاء العلماء أهم منصبين دينيين في مصر الإفتاء وشيخ الأزهر، وهنا خرج من إيد السلطة اختيار المشيخة سواء كمفتي أو شيخ الأزهر. ثورة دستور يناير، دستور ثورة يناير اللي في عام 2012 أعاد للأزهر مكانته، إن شيخ الأزهر درجة رئيس وزراء، إن المواد التأسيسية للشريعة الإسلامية يرجع إليها عند الاختلاف إلى الأزهر لتفسيرها. كل دي مكتسبات لم يكن للأزهر أن ينالها أبداً في ظل أي نظام سياسي عسكري، لم تقلم ثورة شعبية كثورة يناير أظافره وأنيابه ومخالبه. فالأزهر كمؤسسة كمشيخة كتاريخ كاسم كرمزية نال حظوة ومكانة كبرى في ثورة يناير. لما جه الانقلاب على الثورة السيسي مسك كل ما هو بالانتخاب في المشيخة وغير المشيخة أتى عليه بالإبطال تماما، بدليل أن مفتي مصر المقترة والزيادة منتهية مدته، وهي كبار العلماء رشحوا ثلاثة، هو كان الأول هم اللي رشح واحد. السيسي حب يرجع الانتخاب قال لك هم يختاروا السيسي يلاقي واحد منهم إذبي حتى. يا شيخ عصام الصوت عندك بيقطع، الشيخ عصام يعني ارجع لورا كده، واضح انك انت لما بتقرب من المايك يمكن بيبقى صوت اعلى من قدره المايك. اتفضل. ها طيب، الصوت واضح؟ واضح كده، اتفضل. طيب السيسي لما جاء ان لا يختار، يعني احتل على ان هم اللي بيعينوا، لا اختاروا ثلاثه ويختار واحد منهم، ماشي في النهايه بيختاروا الثلاثه. حتى لما اختاروا ثلاثه ومش منهم شوقي علام راح ممدد له 16 سنه ليه كان لسه بايدن جاي مش معروف التوجه. طب بس فين؟ معلش انا هقطعك، اسف للمقاطعه يا شيخ عصام، لكن انت هتكلمني عن لما جه السيسي، لكن الا تتذكر معي وانا اعتقد ان ذاكرتك حديديه ان شيخ الازهر نفسه الشيخ محمد طيب كان له موقف سلبي في بدايه ثوره يناير؟ المؤسسه الدينيه بوجه عام الاسلاميه، لا أنا اتحدث عن شيخ الازهر الشيخ احمد الطيب تحديدا. كان له بيان صوتي في التلفزيون المصري كان ضد ثورة يناير. نعم، ما عشان كده انا بقول لك المؤسسة الدينية بوجهيها الإسلامي والمسيحي كانوا مع مبارك وضد الثورة. واضحة، ما يعني تاريخيا واضح. ايوه، يعني قصدي اقول ايه، لم نذكر كان يجب ان احنا واحنا بنأرخ لدور الأزهر كان يجب ان نمر او زي ما بتقولوا انتوا في اللغة نعرج على موقف. نعم. الشيخ احمد الطيب نفسه السلبي من ثورة يناير. ومع صحيح. ذلك ومع ذلك ما يحسب للشيخ احمد الطيب او للشيخ او للازهر انه رغم انه بدا بموقف سلبي مع ثورة يناير الا انه احترم الثورة فيما بعد، وحتى الان هو الجهة الوحيدة التي تحترم الثورة. وعشان نكمل الصورة برضو انصافا للشيخ احمد الطيب اني لم يكن ضد الثورة كليا، عشان نكون واضحين. بالمناسبة اللي يرجع لتسجيلات أحمد الطيب حتى قبل ما يبقى شيخ أزهر موقفه واضح من حكم العسكر، إنه ضد حكم العسكر. ازاي؟ طائف عبد الناصر ارجع في تسجيلات ضد حكم عبد الناصر بشكل كبير جدا وجرائم عبد الناصر. ف
في فيديوهات موجودة لو شيرت عليها وصدرتها. طيب خليك معايا يا شيخ عصام، بس كويس ان انا وانت بنتذكر ان الازهر بدأ في بداية الثورة بموقف سلبي. نعم. واضح صوت الشيخ احمد الطيب، ثم نعم. تبنى موقف الثورة، ثم حتى الان هو ثابت على هذا الموقف. هذا يحسب للشيخ بس مرتب. موقفه من الثورة في حتة كملها نقطة مهمة. اتفضل. المعلن ان البلد والحفاظ عليه، لكنه في المقابل سمح لمن يعملون حوله كمستشاره رفاعة الطهطاوي ان ينزل الميدان، والشيخ حسن الشافعي وغيرهم ينزلوا الميدان ومعروف انهم يمثلوا ايه. لا ما هو سمح وما سمحش، دي ما احناش في يعني تنظيم مغلق بيفرض. انا كنت بنزل المظاهرات ورؤسائي مش راضين على المظاهرات وكانوا مش بيحبوها، فدي احنا مش في تنظيم مغلق، هذه مؤسسة كل شخص فيها حر. لكن ما يحسب للشيخ الازهر انه يعني زي ما بدأ سلبي تجاه الثورة الا انه احترم الثورة، وحتى الان هو الهيئة الرسمية الوحيدة التي احيت او حيت ابطال يناير. خليك معي يا عصام، اروح للاستاذ احمد، دكتور احمد غانم المراقب السياسي. دكتور احمد اهلا بحضرتك. اهلا يا مرحبا دكتور احمد. الكل ولسنا نحن فقط، الكل لمس بوضوح محاولة حثيثة من النظام بإعلامه بكله لطمس ذكرى ثورة يناير، لدرجة أن الدكتور مصطفى الفقي خرج امبارح وقال شوفوا لكم تاريخ تاني غير 25 يناير احتفلوا بيه بالثورة دي. ما هو تعليقك، أو إلى أي مدى نستطيع أن نقول أن النظام ده اللي أتى من خلال ثورة يناير هو نفسه الآن كافر بيها؟ ما هو تفسيرك؟ هو لم يأتي من خلال ثورة يناير، هو التف على ثورة يناير وانقلب على ثورة يناير، هو أشد أعداء ثورة يناير. ومحاولات طمس ثورة يناير لم تتم بس فقط بمجرد طمس الاحتفال بها، منذ الانقلاب العسكري حتى الآن تم طمس جميع الفيديوهات، جميع البرامج، جميع المقالات، جميع أي ذاكرة سمعية وبصرية لهذه الثورة. تم يعني كأن جابوا خبير سايبر سيكيورتي، جابوه شركة، يعني ليس العمل اللي حصل في هذا، لا أعتقد أنه عمل حتى ناس عاديين أو ناس موظفين في القناة، ده عمل ناس محترفين باحترافية شديدة. كل ما يعني تتذكر كل المقابلات، أنا يعني في ثورة يناير، بعد ثورة يناير كان في مقابلات كثيرة جدا عملتها في التلفزيون، وفي مقالات، وفي كل هذه، ليس أنا فقط، جميع أي حد، مع أن أنا لست شخصا مثلا معروفا أو لست قائدا أو لست، لكن أي حاجة جاء فيها ذكر ثورة يناير سواء بشخص مش معروف زي أو شخص معروف بشكل كبير أو قيادي، تم طمسها تماما، حتى تخرج أجيال بعدنا لا تعرف ما معنى، ما هي كلمة ما ثورة يناير، ما الذي حسسناه بثورة يناير، كل هذه الحرية التي حدثت في ثورة يناير، وكل سقف الحرية الذي ارتفع إلى عنان السماء في ثورة يناير، وحتى في السنة بتاعت الدكتور محمد مرسي الذي كان فيها سقف حرية كبير. فالطمس هذا هو أهم شيء، وده الأهم حاجة بيعملوه الآن. أنت هو بيحاول على اللي أنا سمعته أنه بعض الجرائد زي الشروق والمصر اليوم محو الجرائد من الفترة دي، أنا كنت قريت الخبر ده، يعني محو من الديسكاب بتاعتهم. نعم. أنت تتكلم عن ده صح كده، أنا فاهم صح؟ نعم، تم محوها بشكل كبير، حتى مش ده بس، يعني تم محوها بشكل احترافي، حتى انك كان يعني بتلاقي حاجات كثيره موجوده وتنشر في خبر، ولكن تلاقي فيها كابي في موقع تاني، او تلاقي فيها ناس اتنقلت في بلوج او حاجه معينه، اذا بحثت عنها مش هتلاقيها حتى موجوده على الانترنت خالص. يعني اذا خدت انت سكرين، اذا انت خدت سكرين شوت منها، يعني بتلاقيها مش موجوده. وهم يعني الانظمه دي بتستعين كما عرفنا انه بيستعينوا بشركات متقدمه في تكنولوجيا زي الشركات الاسرائيليه التي استعانوا بها، وده موثق انهم بيستعانوا بها في السايبر سيكيورتي وفي محاربه الثورات. وبالتالي هذه الشركات الكبرى التي لها باع كبير في التكنولوجيا قدروا ان هم يوقعوا كل حاجه موجوده، حتى بعض الفيديوهات اللي كانت الناس عندهم، حتى حسابات يوتيوب لناس عاديين تم مسحها وتم محوها بطريقة أو بأخرى، حتى لا يبقى لهذه الأمة ذاكرة سمعية أو ذاكرة بصرية بثورة 25 يناير. بيعمل كده ليه؟ بيعمل عشان أهم حاجة الإنسان لا يهزم إلا إذا فقد الأمل.
الإنسان لا يهزم ماديا ولا يهزم معنويا ولا يهزم بالسجن ولا يهزم بالقتل، لكن يهزم فقط إذا فقد الأمل أنه يمكن أن يفعل هذا الشيء. إذا الشعب فقد الأمل أنه هو ممكن يتحرر، أنه ممكن يكون شعب راقي، أنه ممكن يكون شعب يحكم بنفسه لا يحكمه الدكتاتوريات، أنه ليس يعني قدره المحتوم أن يكون محكوم بأنظمة تدين بالعمالة لإسرائيل أو تدين بالعمالة لأمريكا أو تدين بالعمالة لروسيا على مدار تاريخه. إذا الشعب حس بهذه القوة، هذه دي القوة الحقيقية. يعني التمكن والانتصار هيكون مجرد مسألة وقت، لأنه بس الإنسان يحس إن أنا هذا هو قدري، هذا هو مكاني في التاريخ. يعني احنا بنتكلم عن مصر، ما بنتكلمش فقط عن حاجه شعبويه او عن حاجه وطنيه او عن حاجه ناشوناليزم، احنا بنتكلم عن مصر لان قدر مصر ان تكون هي قلب العالم العربي وقلب العالم الاسلامي، هذا بحكم الجغرافيا وبحكم التاريخ. منذ التاريخ يعني السابق حتى الان لا تجد اي نهضه حقيقيه حدثت في الوطن العربي او في الوطن الاسلامي لم تكن مصر في جانب محوري، سواء جانب رئيسي بتوفير هذه الحضارة أو جانب لوجستيكي بتعدي من الحضارة أو جنود للجيوش التي تصدت للقضاء. يعني القيادة ممكن تكون من برة، ولكن مصر يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مش الحديث الناس ضعفته، أو نقول اللي هي الحكمة إن خير أجناد الأرض هو مصر، هذه حقيقة تاريخية بغض النظر هو حديث ولا مش حديث، مش أخرج بينا من هذا الموضوع، لكن حقيقة تاريخية أن الجند المصريين، الشعب المصري نفسه عنده قدرة كبيرة جدا في التوحد حول هدف، وفي التوحد حول قيادة، وفي التوحد حول يعني زي هو أوقفوا التتار وأوقفوا المغول وأوقفوا يعني جيوش كبيرة جدا. أنا دي أختلف نعم. معك فيها، لأن كنت لسه بتكلم عنها امبارح دكتور أحمد، أنه لم بعد سقوط مصر على يد الإسكندر حتى محمد علي لم يكن هناك جيش مصري على الإطلاق. يعني لا، ما فيش جيش، بتكلمش على الجيش، بتكلم على الشعب نفسه، الشعب وقوف الشعب. انا بتكلمش على الجيش، الجيوش ديت مؤسسه، هذه الجيوش صناعه مؤسسيه زي ما كانك بتعمل شركه يعني، لكن ما بتكلمش على الجيش. الجيوش اللي صلاح الدين عمله والجيوش اللي وقفوا ضد التتار وضد المغول لم يكونوا جنود، كانوا الشعب المصري نفسه. يعني هو الشعب اللي هو طالع بنداء الجهاد، اللي هو الشعب نفسه، لان الشعب المصري نفسه، ودي الحاجة اللي فهمها مبارك وفهمها الناس التانيين، إن الشعب المصري دايما بيلتف حول السلطة. يعني الشعب المصري بطبيعته مختلف عن الشعوب الأخرى، الدول الأخرى، إنه شعب دايما بيدعم السلطة لأنه هو شعب زراعي، وإذا التف حوالين سلطة بيؤمن بيها بيعمل اللي ما يمكن عمله، وبيكون للسلطة دي ممكن تدخله في النهر لو حبيته. فدي قوة رهيبة لهذا الشعب، عندك شعب قوي بهذا المشكلة. عشان كده هم دايما بيسحبوا منك القيادة، دايما بياخدوا منك القيادة عشان بتقودش هذا الشعب بالضبط، عشان الشعب ما يلتفش حوالينك. طب خليك معايا دكتور أحمد، لأن أنا عندي سؤال ليك فيما يخص السلطة، بس أروح للشيخ عصام تليمة. شيخ عصام، أليست مغامرة من الأزهر الشريف في هذا الوقت أنه يدخل في ملف خطير سياسي زي ده وليس ديني؟ يعني الآن الأزهر بيحيي ذكرى ثورة يناير، بيسبح عكس التيار، لم تتحدث الحكومة ولا مؤسسة الرئاسة ولا الإعلام بهذا الشكل الجيد. أليست هذه مغامرة من الأزهر أن يدخل في ملف سياسي خطير زي ده ضد رغبة السلطة بكل فروعها أو بكل وسائلها؟ لا، هي لا باب المغامرة، بل نعتبرها من باب الوفاء. شيخ الأزهر، لا، ما هي وفاء بيني وبينك، بيني وبينك الدكتور أحمد، لكن نحن نعلم زي ما الدكتور أحمد أكد وحضرتك شايف إن في سعي من السلطة من زمان كما أشار الدكتور أحمد إلى محو ذكرى ثورة يناير، لدرجة حرقوا ملفات كل الأعداد اللي من تاريخ كذا لتاريخ كذا من الشروق والمصري اليوم وغيره. وبالتالي هناك يعني مشروع قوي لتدمير أو لمحو هذه الذكرى. مش بنتكلم على وفاء، بنتكلم على سلطة وصفت ثورة يناير بأنها كانت محاولة لاختطاف الدولة. أليست هذه مراهنة سياسية أو يعني دخول في منطقة ألغام قوية جدا من الأزهر ومؤسسة الأزهر في مواجهة مع السلطة؟ لا، ما أعتبرش أنه هو مقصود بها المغامرة ولا المداخلة في صدام، بقدر ما هو المؤسسة تريد أن تقول أنها هي مؤسسة من الشعب وإلى الشعب، وإن كانت هي مؤسسة سلطة في هذه الدولة. لأن الرصيد الذي يبقى عند الأزهر والناس الأزهر بالأساس
هو مؤسسة وقفية، يعني المسلمون أوقفوا أموالهم على هذا الجامع. جاه العسكر سرق هذه الأوقاف وحب يخلي المشايخ والأزهر تحت سلطته يمن عليه بالفتات الذي هو من أصل ماله. الأزهر لما نشوف تاريخ تأسيسه، مؤسسة مواطنة ومؤسسة وقفية للمسلمين وللعالم جميعا، كان في رواق الأقباط ورواق وأروقة وتعلم فيها مستشرقين وأقباط غيرهم. الشاهد هو الأزهر يعود إلى أصله. الأزهر طول عمر الناس، حتى بالمناسبة عبد الناصر لما اتزرق خالص في 56 لم يجد منبرا يخاطب منه الشعب المصري للوقوف معه ضد العدوان الثلاثي إلا منبر الأزهر. فهو الطبيعي أن شيخ الأزهر أراد أن مش هيقول يرد الجميل، لا، أن يخبر الناس أن الأزهر يعبر عن هذا الشعب الذي وجد حريته ووجد أمانه ووجد مكانه الطبيعي في هذه الثورة الحقيقية. كون إن وهو استفاد منها كأزهر لأنه رد إليه بعض حقه، وأكثر من استفاد منها السيسي وتنكر لهذا الفضل. وإلا كان زمان ألا يمكن أن نفسر هذا البيان اللي صدم الأزهر على أنه ربما مقصود من الأزهر نكاية في السلطة؟ وارد يكون مقصود، لكن مش مبين نكاية بقدر ما يقول لا، إذا تنكرتم للجميل، الأزهر لا يتنكر للجميل ولا للشعب ولا لمن كان صوابا إن نقول عليه إنه صواب. بدليل وشيخ الأزهر بالمناسبة يعني اتقال إنه مدعوم إماراتيا، طب ومع ذلك قال وقف ضد الديانة الإبراهيمية وده مشروع الإمارات. اتقال إنه مش عارف إيه ورجل السلطة، ومع ذلك وقف ضد الإشهاد على الطلاق والطلاق الشفوي. الشاهد يريد الشيخ الأزهر جزاه الله خيرا في هذا المسألة أن يظل الأزهر مؤسسة مستقلة تعبر عن الأمة، وإن كان لشيخ الأزهر رأيه الشخصي في أمور وقضايا رغم أنه جاي من رحم السلطة ومن الدولة، لكن تلبسه بركة المنصب. والمناسبة شفنا ده في شيخ الأزهر قاضي الحق الله يرحمه اللي هو كان معروف مفتي جهان السادات وقانون الأحرار الشخصية. أول ما مسك شيخ أزهر لا، المسألة اختلفت تماما وتلبسته بركة المنصب. هذا نفس الحال مع الشيخ الطيب تماما، جاي من هيئة السياسات في الحزب الوطني، ومع ذلك لما بقى شيخ أزهر لا، المسألة اختلفت تماما وأصبحت المسألة مسألة أمة عليه أن يكون، ومسألة أمة المؤسسات الشعبية الأخرى اللي في المجتمع أذابها العسكر وحكم العسكر وغيبوها في السجون وغيره، فأصبحت أمانة في أعناق المؤسسة الأزهرية تقوم به وحدها. وطبعا الله يعينهم على الشيء الثقيلة. وصلت. طيب خليني أروح للدكتور أحمد غانم. دكتور أحمد، أنا مش هقول أسماء لكن هقول فكرة، يعني خليني أتكلم على الفكرة أكثر من أتكلم على أسماء. هناك بعض الشخصيات اللي مسكوا بلاد وعلشان يأسسوا لحكمهم قطعوا صلات هذا الشعب اللي هم مسكوه بتاريخهم ولغتهم. يعني هي حتى الفراعنة كانوا بيعملوها، عندما كان يتولى فرعون كان يطمس المعبد ويحط المعبد المقام ويحط هو خرطوشات جديدة أو يدهن يعني ويكتب خرطوشات جديدة. هذه الفكرة بعض العلماء فسرها على أنها هي محاولة لقطع صلة الشعب بتاريخ من سبقه في محاولة لتأسيس تاريخ جديد. إلى أي مدى ممكن ناخد النظام المصري في هذا الإطار أم أنه بيعمل ده بجهالة؟ لا، أنا ما أعتقدش أنه بيحصل بجهالة. يعني اللي حصل في الربيع العربي خلينا نخرج من موضوع أن موضوع الجهالة، الربيع العربي خرب بأكبر قوة في العالم، سواء في مصر سواء في سوريا سواء في ليبيا، فلا يمكن أن نقول أن ما حدث هو صدفة. أن ما حدث أن كل ثورات الربيع العربي جوبهت بحروب سياسية قوية وحروب عسكرية قوية. الشباب اللي خرج في سوريا في بداية الثورة السورية، هل كان يتخيل أي أحد أنه سينتهي الأمر بأنه يتم قصفهم بطائرات روسية؟ هل ذلك حتى كان في أقصى خيال أي إنسان أن ثورة في سوريا سيتم مواجهتها بحاملات بطائرات وبحاملات قذائف روسية؟ طبعا كل ما حدث في الربيع العربي، دي أول نقطة لازم نعرف، أن ما حدث في الربيع العربي مواجهة وإجهاض ثورات الربيع العربي كان أمرا ممنهجا، كان أمرا رصد له مليارات الدولارات وقفت فيه دول كبرى وميزانيات كبرى حتى يجهض هذا الحلم، لأن هذا الحلم لو تم واستمر كان مش هيغير بس المنطقة العربية كلها، كان سيغير العالم كله، لأنك بتقع في منطقة بتحمل ثروات العالم كله، بتحمل البترول وبتحمل المعادن وبتحمل شرايين التجارة،
فلا يمكن ترك هؤلاء الناس على حسب هذه القوة أن تتحرر، وبالتالي يجب أن نعرف أن ما حدث لم يكن عفويا، وإنما كانت حتى لو جه بعض الناس الجهلة، حتى لو تم تصدير بعض الناس الجهلة، هؤلاء في وراءهم ناس بيخططوا وناس بشغالين. يعني ما حدث في الإنترنت، ما حدث في محو الذاكرة السمعية البصرية على الإنترنت لم يكن عملاً عمله شويش ولا عمله واحد مخبر في أمن الدولة ولا في المخابرات. دي شركة إسرائيلية متقدمة جدا في التكنولوجيا، تعرف جيدا كيف تمحي ذاكرة سمعية لفترة محددة، في فترة يعني لأشياء محددة بكيوردز محددة. قص على ذلك كل شيء تم في هذا الإجهاض، والإجهاض الأساسي اللي بيتم هو إجهاض الحلم داخلك، كسرك داخليا، الإنسان يكسر داخليا، وده اللي بيتم. أنت ليس لك قدرة، ليس لك تاريخ، كويس إن أنت لو عرفت تاكل وتشرب وتاكل رجلي الفراخ يبقى أنت كويس، أنت المصيبة عشان مش لاقي، مش عارفين نأكلك، ينفع إيه التعليم في وطن ضايع، كل هذه الأشياء مش نبقى سوريا والعراق، حتى يحول يعني أقصى حلم المواطن اللي كان في 25 يناير بيحلم ان مصر تكون دولة عظمى، اقصى حلمه يتحول. ربنا ما يبقى سهل، ما يبقاش زي سوريا والعراق، ربنا بس يسيبنا ان احنا عايشين وما نقتلش في الشوارع ويكون عندنا الامن ويكون عندنا الحاجات دي، اللي هو سحق احلام المواطن حتى لا يحلم بهذا التحرر. هذا لا يحدث في اي دولة في العالم لها حكومة ولها قيادة بتحاول انها تنشر الامل في هذا الشعب، وتحاول انها تحرك الشعب، وتحاول تبين للشعب انه هو قادر. يا أستاذ محمد، أنا أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ليس لدينا يعني الغضب اللي الواحد غضبان فيه، إن أنا بشوف هنا في الولايات المتحدة الأمريكية المؤسسات الكبرى، المستشفيات الكبرى، الجامعات الكبرى، الهيئات الكبرى التي يعني ميزانيتها مليارات الدولارات، بيقودها مصريين وبيقودها سوريين وبيقودها ليبيين، ناس متعلمين في جامعة عين شمس وجامعة القاهرة وجامعة دمشق ومعهد كذا، ناس زي وزيك من اتربوا في الشارع واتربوا في مصر، مش 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 حاجة مختلفة خالص. هؤلاء الناس اللي زينا لما لقوا الفرصة بره استطاعوا ان هم يقودوا العالم كله، بيقودوا اكبر مؤسسات في العالم. الاقتصاد المصري المنهار الان، عندك في امريكا ما لا يقل عن 2000 او 3000 عالم اقتصاد بيقودوا اكبر الشركات الاقتصادية في امريكا، يستطيعوا ان هم يخلوا اقتصاد مصر ده جنة، بيحطوا خطة في، لكن كل هذا يعني كل ده محطوط له خطة، محطوط له خطة انك تخلي هذه الشعوب على رغم قدرتها وعلى رغم قوتها انها دايما ليس عندها امل. وده اللي حصل الان، وده اللي انت بتحسه على السوشيال ميديا الان، ان هم بيحاولوا حتى الان في يعني لو تشوف الان في لجان كثيرة بيخشوا تبع وتلاقي الاكاونتات بتاعهم لاكت، تلاقي لما تتكلم عن ثورة يناير يقول لك كان ثورة يناير دي بهدلتنا، ده احنا مش عارف ايه، انت جاي دلوقتي ازاي، ده الناس معتقلين، ده الناس مقتولين، وكان عشان يخلوك يعني يحطوك في في في, في واجهة الدفاع، ان انت يعني انا اسف ان انا عملت ثورة يناير. وده غلط، ان هو اي حد شارك في ثورة يناير يجب ان يكون فخورا بانه كان جزء من ثورة يناير، لان دي صرخة تحرر، بداية تحرر للشعب. لما تشوف تاريخ الشعوب، أمريكا نفسها لم تصبح أمريكا فوق يوم وليلة، أمريكا دخلت في حروب أهلية طاحنة، واحدة المعارك الوحيدة، معركة واحدة من عشرات ولا مئات المعارك التي حدثت في أمريكا، قتل فيها 40,000 أمريكي في يوم واحد، 40,000 أمريكي قتل وأصيب في يوم واحد في أحد هذه الحروب الأهلية، عشان تصل أمريكا لمرحلة التحرر ومرحلة التقدم. الحرية والتمن اللي بيدفعوا ناس، أنا ما بدفعش حاجة بسيطة جدا، لكن الناس اللي في السجون اللي دفعوه، والناس اللي اتقتلوا في ثورة خان يناير وبيدفعوه، واللي اتقتلوا في مسبير واللي اتقتلوا في ربعة، المسلمين والمسيحيين، المعتقلين وأسر المعتقلين، نعم. من يدفع نعم. حتى الآن. طب بس خليك معايا عشان لازم أروح للشيخ عصام تليمة. شيخ عصام، هل تعتقد أن الشيخ محمد الطيب يعني بيحاول يجدد صورة بعض أئمة الأزهر زي الإمام الخراشي أو الشرقاوي أو غيره، أم أنه التاريخ هو مش يعني مش باصص لتاريخ الأزهر، ولكن هو بيتكلم بقناعته الشخصية؟ لا طبعا، في جزء هنا واضح جدا الأزهر الشيخ محمد الطيب لا على هذه الخطة طبعا، يعني وإلا يعني الرجل ما أسهل له أنه يروح يستقيل ويسيبها وخلصت ويريح دماغه. لماذا الدخول في هذه المعتركات إلا الشعور بأنه في معركة يعني أمام هذه السلطة الغاشمة الغاصبة التي تريد تطويع المؤسسة الأزهرية، كما طوعت بقية المؤسسات الدينية
تحت إبطها. هنا سؤالي بقى، اشمعنى بقى المؤسسات الدينية لم تحزو حزو الأزهر؟ يعني لم نرى دار الإفتاء مثلا المصرية، لم نرى بيان من وزارة الأوقاف، لم نرى بيان من الكنيسة المصرية. ما هو يعني في لقطة، أنت بتحب الفن، في لقطة لو تشوفها في فيلم اللي بالي بالك بتاع الليمبي، لما كان حسن حسني بيقول له يا ابني أنا مستقاعد مستني عشان أبيع نفسي في لحظة، قال له ده أنا مستني أشتري نفسي في لحظة. أيوه. شوف طول عمره كان إيه، ما صدق يشتري نفسه ويبقى بني آدم، والتاني بيقول ده أنا مستني لحظة أستنتن وأستندل وأبيع نفسي لما ألاقي السعر. أيوه. ففي فرق من اللي بيبيع نفسه وبين اللي بيشتري نفسه، فما قارنش اللي باعوا نفسهم. لا انا مش بقارن، بس انا بقول هل ده يعني ان ليس هناك تنسيق ما بين المؤسسات ده تربيه الامن الخلقه طبيعي اللي هو مختار جمعه، ثم يعني قبل مختار جمعه كان علي جمعه في الافتاء قبل شوقي علام. بالمناسبه شيخ الازهر ساعه ثوره يناير هو قال مثال الحفاظ على مؤسسات الوطن، علي جمعه لا يعني لعبها لعبه تانية. لو تفتكر الوحيد اللي قال يا جوز في الفتره تصلوا الجمعه في البيوت ليه؟ لان كان يوم الجمعه دايما مليونيات. ايوه اشوف الدماغ راحت فين. أيوة. ده بقى الامناجي اللي هو ايه ابن حلال مصطفى. أيوة يعني طب خلينا في الموقف دلوقتي. عدم ظهور بيان او صدور بيان من الافتاء او من الاوقاف ده معناه انه مفيش تنسيق ما بين المؤسسات الاسلاميه الثلاث. ضد المشيخه بالمناسبه، ضد طيب. المشيخه. وما هو تفسيرك عشان اروح الدكتور احمد، ما هو تفسيرك لعدم ظهور او صدور بيان من الكنيسه المصريه بخصوص يناير ولا بخصوص القران؟ لا بخصوص يناير الاول، خلينا في يناير الاول. بخصوص يناير يعني ما تنساش ان في النهايه اصلا البابا توادرس لم ياتي على خلفيه الثوره ولا حبيبها، بالعكس اجراءات واحداث بعدها، هو جه بعد ثوره يناير. ايوه لكن الاختيار نفسه الاطباء بيتكلموا على فيه كلام في طريقه الاختيار نفسها، والمجلس العسكري كان فيه دور والدنيا مش عايز يعني. لا أسايز. مش عايز، ما انا بتكلم سياسيا. وزير خارجيه ايطاليا كان في زياره لمصر من يومين على ما اتذكر، وخرج بتصريح قال التقيت بالقيادات القبطيه في مصر وهم بيدعموا السيسي، لانهم يروا ان حاجه في المعنى ده ان السيسي هو الضامن لهم او انه بيدعمهم. التصريح بما معناه ان الاقباط القيادات القبطيه في مصر مؤيده للسيسي وتقف بشكل قوي مع السيسي. هل تعتقد انه ده تصريح وزير الخارجيه الايطالي ممكن تدور عليه علي الله يخليك عشان انا ما اقولش كلام على الهوا يقول لك ما حصلش؟ لا حصل، وانا متذكر التصريح ده لانه كان امبارح، نشر امبارح. فهل تعتقد انه تأييد القيادات القبطيه للسيسي والسعي وراء ارضاء السيسي من كلاهما يعني اتجاه الاخر، هل تعتقد ان هم ادركوا القيادات القبطيه ان اي تحيه لذكرى يناير قد تسبب ضيقه عند السيسي وبالتالي فضلوا السلامه، ام ان القيادات القبطيه ضد اصلا ثوره يناير؟ القيادات القبطيه نعم ضد ثوره يناير. الدليل ولم معها الدليل يا فندم؟ الدليل موقفها ساعه الثوره، موقفها ساعه احداث ماسبيرو، وهم اللي ضغطوا على الاهالي لا يستأنفوا في قضاياهم ولا الأمور دي كلها، اللي نزلوا من شبابهم في كل أحداث محمد محمود غير نازلين على غير رضا منهم وبسخط منهم وهم ضد هذا النزول. اثنين شركاء أصلاء في الانقلاب في 30 يونيو، شركاء تماما بالمناسبة يعني تماما في 30 يونيو وما بعده الكنيسة. نحن نتحدث عن القيادات القبطية يا شيخ عصام صح؟ أنا القيادات الكنسية والقبطية. أيوه. بالمناسبة. أيوه. الشعب فيه وله فيه وفيه خلاص، انما القيادات لا واضحه جدا بدليل وبيبان في التسريبات. وكاره القيادات ايضا مع الثوره المضاده ساعه انتخابات وتأييد شفيق رسمي جوه القيادات الكنسيه وفي الكنائس وما بعد ذلك وتفاصيل كامله لما تشوفها. لا المساله والبساطه بتتحشد بالاقباط المهجر في امريكا كلها القيادات الكنسيه اللي وراها. لا في طبعا خط الكنيسه من ايام مشروع البابا شنوده من قبل اللي هو الامه القبطيه واللي هو وخطاب شعب الكنيسه مش الشعب المصري هذا الخطاب. ثم السيسي بيرد الجميل بانه دايما في اعيادهم يذهب الى الكنيسه والوجه العابس القمطرير دايما في المورد النبوي و6 مليار عايزين يمحوا 6 مليار لكن في الكنيسه وبنحبك يا ريس والابتسامه اللي ما بتشوفهاش في الجامع ولا بتشوفها في المناسبات. عصام اهو الخبر زي ما انا قلت بالظبط، وزير الخارجيه الايطالي المصريون في زيارة الكاترية أكدوا لي، بس أنا كاتبها المصريون لا هو تحته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيون
طياني أنه التقى بالمصريين الأقباط خلال زيارته للكادر القبطية، والذين أكدوا له أنهم يرون في السيسي والحكومة ضمانا لهم جميعا. نعم، يعني ده هل تعتقد أنه وبالتالي هم بيخافوا على مشاعر السيسي عشان كده ده يكون سبب في أنهم لا هو تحالف طبعا، وهم وجود السيسي بالنسبة لهم لصالحهم، لأنه حتى لو تفتكر في تسريب للسيسي بيقول احنا عندنا كام كنيسة ما لهمش ورق بالتليفون. ايوه بالتليفون. طيب يعني ده دلالة على الى اي درجة وصل على في التحالف على حساب مصلحة الشعب وفئة معينة. انا مش ضد الاخوات تاخد حقها، هذا حق مشروع في حقه ياخده، لكن انت النهاردة بتقايض، ولذلك بتلاقي بعض الاطراف القبطية زي نجيب ساويرس، لان من كيوف مصالحه مع الجيش والعسكر بيعمل ايه؟ بيهاجم، لان المسألة هنا مش مصلحته كمسيحي كنسي، مصلحته هنا كمواطن. طب وانا عشان اروح للشيخ الدكتور احمد، انا اسف الشيخ احمد كنت اروح للدكتور احمد، بس انا عندي ياريت ترد رد سريع. انا كنت شفت عندما قتل بعض الاقباط على يد المؤسسة الرسمية المصرية، كان خرج بعض الشباب قالوا ينموت زيهم، يا نجيب حقهم ينموت زيهم. فرد أحد الكهنة وهو مات الرجل ده الكاهن ده، قال أنه إحنا ما بنقولش كده، إحنا ما بنعملش كده، الإنجيل قال ما لناش دعوه بالرئاسات. في فيديو واضح، يعني أنا ما بقولش فيديو مجهول. هل تعتقد أنه برضو الكنيسة المصرية بتستخدم نفس تفسيرات الآيات المقدسة لخدمة النظام يا شيخ عصام؟ نعم، بدليل اللي قال الكلام ده عليكم ولا، واحنا من ضربك على الخد الايمن ادله الخد الايسر، هو نفسه الجهه الكنسيه اللي لما قضيه وفاء قسطنطين واتخذت للسلطه وطلع المتظاهرين عشان الاعلام يتكلم عن البابا شنوده، ضربوا بعض الجنود، وحتى ساعه احداث ماسبيرو عربيه شيخ الازهر تم إلقاء عليها بعض الطوب والحجارة. ارجع للتاريخ وقتها، وده يعني موقف واضح. يعني السؤال اللي أقصده، يعني إذا لماذا لم يقل لهم إحنا مش بتوع الكلام ده، وضربوا عساكر وقتها أمام الكاتدرية ساعة حادثة وفاء قسطنطين زوجة الراهب في حادثة كنيسة العمرانية قبل ثورة يناير. أقصد يعني فين بقى، كان فين السلام لما حصل وصحيتها الله شنو بره؟ قال وماذا يفعل الشعب الكنيسة لما رأى باباهم بيسب ويشتم على الصحف والجرائد؟ أنا لا أستطيع أن أمنعهم بالنص. طيب يعني إذن رجال الدين المسيحي بيتعاملوا زي رجال الدين، بعض رجال الدين الإسلامي لما يلو نصوص أعناق النصوص عشان يفصلوا لتأييد السلطة. أروح للأستاذ أحمد غانم. أستاذ أحمد، الإعلام المصري لما السيسي طلع ألقى كوبليه كده، فالإعلام المصري غنى على نفس الكوبليه، وهي أنه هناك دول اقتصادات كبيرة في العالم تعاني من الديون وقد لا تدفع ديونها. وبعدها الإعلام المصري ضرب مثل بأمريكا، وأن أمريكا عليها ديون ومش عارفة تدفع ديونها، أو يعني مش قادرة تدفع ديونها. عايز تصحيح لي ده أو تصويب لي، وبعدين ننطلق بقى في الإطار ده بقى سريعا. اتفضل، ما هو تصحيح؟ هل أمريكا فعلا عليها ديون والمين ومش عارفة تدفعها؟ أمريكا طبعا عليها ديون، كثيرة، وأمريكا من أكبر الدول المديونة في العالم، ولكن هذا الدين مبني على قدرة أمريكا وقدرة، يعني أنا لما أكون إنسان، يعني أنا لو أنا عندي مثلا مليون دولار مثلا، وأنت عارف أن أنا عندي مليون دولار وعندي ممتلكات، لو جيت طلبت منك أستاذ محمد تديني 50,000 دولار، قرار بالنسبة لك يكون سهل جدا أن أنت تديني، أخذ منك القرض دوت بستثمره، لأن أنت عارف أن أنا غني وعندي قدرة على الدفع، لأن أمريكا هي أكبر دولة في العالم، لو انهارت يعني العالم يعتبر جزء كبير من العالم انهار، وبالتالي النظام الاقتصادي كله سينهار، وبالتالي أمريكا تعتبر exception. لا يمكن مقارنة أمريكا بمصر تماما، يعني مقارنة أمريكا بمصر زي مقارنة محمد علي مثلا في الملاكمة بواحد في مركز شباب صغير في القاهرة ولا حاجة، لا يمكن المقارنة هذا بذاك تماما. طبعا أمريكا عليها ديون، ولكن اللي بيحصل حاجة اسمها الفيزيكال كليف، وهي مناورة سياسية بتحدث كل ميزانية في أمريكا ما بين الديمقراطيين والجمهوريين، إن هما بيبقى في مناورة سياسية، إن كل شوية بتقول لك لا أنا مش هوقع على ديت، مش هوقع على البادجت، فالميزانية لما لا تخرج
وبالتالي لا تخرج موضوع دفع الديون لأنه جزء من الميزانية الأمريكية. لكن في النهاية وهذا عادتهم كل يعني أمريكا مستدينة لمين؟ في ديون داخلية وفي ديون خارجية، في ديون من الصين نفسها، الصين تدين تدين أمريكا بكثير من الأموال، الصين بتشتري من حاجة اسمها أذون الخزانة الأمريكية، يعني سندات سندات يعني في ديون وفي سندات وفي أمريكا كدولة طبعا عليها ديون كبيرة، عليها ناشونال ديت عالي جدا، ولكن زي ما قلت حضرتك إن هي أمريكا هي رأس الاقتصاد العالمي، وبالتالي إذا حدث في يوم إنها انهارت أو ما دفعتش بتاعتها الاقتصاد العالمي كله هينهار، وبالتالي حتى المدين أمريكا مش هيبقى له وضع إن هو مش هياخد حاجة، لأن ساعتها الدولارات هيبقى تمنها كأنه تراب يعني. فدي لا يقارن بيها طبعا، السيسي بيضحك بيها على شوية المغفلين أتباعه اللي بيسمعوه، وما أعتقدش إن في حد لسه بيسمع الكلام ده، ولكن زي ما قلت اللي هو موضوع المماطلة في إن يقولوا نحن ندفع السنة دي ديون وما ندفعش، دي حاجة بتحدث في الكونجرس الأمريكي كل دورة، لأن بيتم عشان دي يعني دفع الديون بيتم من خلال الميزانية، وعشان الميزانية تتعمل لازم كله بيمضي عليها، وعشان كلهم يمضوا عليها بيتفقوا مع بعض ويقعدوا يمضوا عليها. فبيحصل في هذه الفترة بعض المناورات السياسية، واحد يقول لهم والله أنا مش همضي إلا لما تدوني اعتماد كذا، مش همضي إلا لما تدوني كذا حاجة طالبها، وبالتالي لكن في آخر لحظة بعد ما كل هذه الديون السياسية بعد ما كل هذه الديون يعني بعد المناورات السياسية بتخلص بيتم إخراج الميزانية وبيتم بدفع هذه الديون. أمريكا لا تتأخر عن ديونها يوم واحد يعني، بالعكس هي أرجع يعني. تاني لموضوعنا يا دكتور أحمد، حرية التعبير، رأينا أنه في مواطن دنماركي في السويد أمام السفارة التركية حرق المصحف، ويبدو أنه مواطن تاني في هولندا قرر يعمل نفس التصرف، فلم نلقى في العالم العربي والإسلامي إلا بصيص كده شفنا الشعب التركي خرج عن بكرة أسر يعني ربوء كتيرة جدا، لكن لم نرى شعوب كتيرة خرجت، بغداد أو بعض العراقيين خرجوا، على مستوى الرسمي لم نرى إدانات كبيرة جدا. إلى أي مدى نستطيع أن نقول أنه دي حرية تعبير، وما هو الموقف اللي ممكن نتخذه في إطار ما يسمى حرية التعبير؟ ودي حرية التعبير بالفعل، حرية التعبير يكفلها الدساتير الغربية والدساتير الأمريكية، يعني أي إنسان أستاذ أحمد لو حرقت التوراة حرية التعبير نعم يمكنك حرق التوراة، يمكنك حرق الإنجيل، يمكنك حرق أي شيء في هذه الدول، هذا أمر طالما لا تعتدي على حد باليد فأنت حر، أنت حر تكفر، أنت حر أنت حر تعمل ما تفعله طالما لم تعتدي على إنسان باليد. هو الراجل راح في حتة بعيدة عن الناس ووقف وحرق في شارع ولا حاجة وهو حر حتى اللي هو يعمل حرقه، فهي دي جزء من حرية التعبير التي تحكمها أو تضمنها الدساتير الغربية. لكن هذا يعني قلنا ذلك أنها حرية تعبير، ولكن ما الذي يمكن أن نفعله؟ دي نقطة أخرى بقى. يعني في أمريكا مثلا على سبيل المثال حرية التعبير، أنت ممكن تكون واحد عنصري، يعني أنت ممكن تقول والله أنت مثلا عضو في نقابة أو عضو في فريق مثلا، وتقول والله مثلا عنصري ضد المسلمين مثلا، تقول المسلمين دول كذا كذا كذا، دي حرية تعبير. ولكن إحنا كمسلمين إحنا منظمين نفسنا، هنحاول ناخد فوائد بهذا الموضوع، يعني ما نركزش على هالرد الفعل البدائي إن إحنا نخرج ونتظاهر ونقول كذا ونقطعهم ومش عارف إيه والكلام ده كله، كل ده مش هيفيد حاجة. لكن إيه اللي هيفيد بقى؟ إن أنا دلوقتي عندي قضية، صح؟ أنا مسلم وعندي قضية، واحد فتح هذا الموضوع، فتح موضوع حرق القرآن، فبنقول والله طب تعالى، يعني مثلا بيحصل عندنا مثلا على سبيل المثال أديك مثال، إن واحد مدرس في مدرسة فيها مسلمين أو فيها طلاب مسلمين قليلين جدا 4 أو 5، قال طلع وقال وعمل نكت على المسلمين في أثناء حصة من حصص، حلو؟ دي بالنسبة له يعتبر حرية تعبير أو whatever عملها. احنا كان ممكن كمسلمين في امريكا نعمل حاجتين، ان احنا نروح نتظاهر قدام المدرسه ونتخانق ونعمل، او نعمل حاجه اكتر من كده احسن من كده، ان احنا نروح نكلم اداره المدرسه ونقول لها هذا الذي حدث عن طريق جهل، حدث عن طريق ان الراجل ده جاهل بالاسلام، وعندك كثير من المدرسين وكثير من الطلبه جاهلين بالاسلام، فاحنا عشان ردا على هذه الحادثه احنا عاوزين نخصص نص ساعه عندك، نجيب ناس خبراء الحديث عن الاسلام يعملوا محاضرات للمدرسين ويعملوا محاضرات للطلبة عن هذا الإسلام. وبالتالي تحت الضغط هذه الحضاري
او التدافع الحضاري دوت، اداره المدرسه بتسمح لينا ان احنا نروح ونعمل هذه الموضوع. فاحنا استفدنا من هذه الاساءه التي حدثت ان احنا وصلنا لشرائح ما كانتش تعرف حاجه عن الاسلام، شافوا ناس متحضرين بتيجي مش نازله تتخانق ونازله تتظاهر، متحضرين جايين نكلمهم على الاسلام وجايين ندي لهم كتب وندي لهم ارشادات وبنقول لهم والله احنا عاوزين نحط في بعض المناهج عندكم وفي بعض البروتوكولز عندكم حاجات للمسلمين، عاوزين نعمل عندكم مكان للطلبه تصلي فيه الخمسه او السته اللي عندكم. وبالتالي هذا المثال المسلمين في امريكا بالتحديد بارعين فيه، واحنا اتعلمنا دوت عن طريق من مش من دماغنا، احنا اتعلمنا دوت من خلال الكوميونيتيز او المجتمعات الاخرى اللي عندهم نفس المشكله. يعني السود مثلا في امريكا كان عندهم نفس مشكله العنصريه، وبالتالي كان بيعملوا هذا الموضوع، بدل ما يتخانقوا يروحوا مثلا مؤسسه كبيره حصل فيها عنصريه يقول لهم والله الله ده المؤسسه عندكم 1200 موظف ما فيهمش ولا واحد اسود، المفروض تعينوا بعض الموظفين السود في مناصب كبيره، بيقول لهم طب والله نعين بعض المديرين سود، طب احنا عندكوش كذا، طب احنا عاوزين نحط عندكم بعض عن التاريخ، عاوزين نعمل عندكم يوم هو يوم الاعتراف بالتاريخ الاسود، فيكسبوا مكاسب. واحنا كمسلمين تعلمنا من هذا الموضوع ان انت ازاي تقدر تكسب المكاسب اللي تعمل. فاحنا كمسلمين المشكله ان احنا ما عندناش قياده. حضرتك كنت بتتكلم مثلا على الازهر الشريف، يعني الازهر الشريف كان المفروض عمل وفد الازهر الشريف وراح قابل رئاسة هذه الدولتين اللي هم عملوا وقال لهم والله في غضب كبير هيحصل في المجتمع المسلم واحنا كقيادة إسلامية لهذا المجتمع المسلم ممكن ان احنا نوقف هذا الغضب الشعبي، لكن لنا مطالب. ايه بقى المطالب اللي عندكم؟ والله المطالب ان انتوا تسمحوا بحرية بناء المساجد مثلا عندكم، او المطالب ان انتوا تسمحوا عندكم في التلفزيون الرسمي ان احنا نعمل نص ساعة شرح عن الإسلام، أو أن أنتوا كدولة تستضيفوا وفد من الأزهر الشريف يجي يعمل مثلا دورات لصانع القرار في هذه الدولة أو في الإعلام عن الإسلام، أو أنكم تتبنوا بعض الدارسين اللي يجوا يدرسوا عندكم مسلمين يختلطوا بالشعب، فناخد مكاسب. هذه المكاسب تخدم الدعوة الإسلامية ولا تخدم الخاصة، زي ما اللي حصل بالظبط، وده نفس اللي بيحصل كل مرة زي اللي حصل في قبل كده في الرسومات وفي الكلام ده كله، بدل ما نطلع نقتل ومش عارف ايه، ودي مدرسة يقول لك لا اطلع وقفهم ما ينفعش يتكلموا ما ينفعش نعمل، والمدرسة الأخرى تقول والله احنا بنتعامل مع نظام، هم عندهم سيستم، هذا السيستم بيتقبل ان انت تخش ويبقى لك تواجد في هذه السيستم. فانت مثلا لو انت زي ما قلنا المدرسة دي اللي رحنا وقلنا ما فيش فيها ولا مدرس مسلم، بقى فيها دلوقتي مدرس مسلم، وبقى فيها حصة للكلام عن الدين الإسلامي، وبقى فيها مكان للصلاة للطلاب، كل هذه مكاسب خدناها ما كانش موجودة قبل كده. هل تتخيل أن في المستقبل هيكون في عنصرية ضد المسلمين؟ ليه؟ لا، هتكون النسبة أقل بكتير جدا، لأن بقى في تواجد وبقى في وجود. هذا كل ده اللي عمله كل المجتمعات، وهذا ما يجب علينا أن نفعله كمسلمين. ولكن للأسف مرة أخرى بنعود لموضوع اللي هو كله لينك توجذر، يعني كله موضوع العربية العربي وموضوع وجود هذه الشعوب أن يكون لها حركة مجتمعية. الذي يحكم أمريكا والذي يحكم هذه الشعوب والذي يحكم واللي حصل التطور الكبير في أمريكا ما عملوش الحكومات، اللي عمله هو هذه الحركة المجتمعية، الناس اللي تتيح لهم الحرية التي تنزع من المسلمين وتنزع من العرب وتنزع من المصريين وتنزع من السوريين، لأن الحرية هي أساس التطور وأساس التقدم. لن يمكن لأي شعب أن يتطور ويتقدم إلا إذا كان للإنسان قيمة. هذا ما فعله يعني الدين نفسه كانت كدين، لما واحد راح يلخص رسالة الإسلام قال جئنا لنحرر الناس من عبادة الطغاة إلى عبادة الله. الدين نفسه أو الإسلام نفسه هو دين حرية، هو دين هو التحرر، أنه يحس الإنسان أنه لا يمكن لإنسان أن يكون عندك لا سلطة عليك. في قصة ظريفة ممكن أختم بيها، أنا عارف أن باخد وقت حضرتك، اللي هو مجموعة من العبيد المسلمين كان تم القبض عليهم في منطقة المغرب وكده وجم لأمريكا. هذول العبيد المسلمين دول يعني استعبدوا، يعني قالوا احنا مسلمين ما حدش استعبدنا، احنا هنموت وما حدش استعبدنا. فضلوا يفايت ويتخانقوا ويعصوا الأوامر، حتى ان الشركة اللي كانت بتستعبد قال لك سيب الناس دي خلاص، ما جبناش مسلمين بعد كده لان المسلمين لا يمكن استعبادهم. هذه الروح اللي يجب أن تكون موجودة في كل مواطن مصري وكل مواطن سوري وكل مواطن يمني. أنا إنسان ولي كرامة ولي دين ولي حريات ولي حق، لا يمكن لأحد أن يقهرني ولا يمكن لأحد أن يقتل حقوقي ولا يمكن لواحد أن يوقفني في الشارع ويبص في التليفون بتاعي ويقول لي حط كذا وقول كذا وما تعملش كذا. كل هذه الأنظمة وكل هذه الأشياء التي تمنح حرية الإنسان يجب أن تنهار، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا أحرارا، ويجب على الإنسان حتى بعيدا عن السياسة أو بعيدا عن شيء أن دايما ما يعيش في مكان إلا لما يكون حر،
واذا اضطر ان هو يعيش في مكان مفيهوش حر يحارب حتى يكون حرا. دكتور احمد غانم المراقب السياسي، احسنت، اشكرك. شيخ عصام، دلوقتي بنختم مع الاسف يعني، لكن سؤالي الاخير، ما هو تعليقك على اللي ذكره الدكتور احمد غانم دلوقتي، انه كان يجب ان نتخذ مثل هذا الموقف وليس مجرد تظاهر او الدعوات للمقاطعات، ما هو تعليقك؟ نعم، انا مع هذا الاجراء تماما اللي قاله الدكتور احمد، واذكر كنت في النرويج ايضا ايام الرسوم المسيئه، وقلنا لا مش هنعمل زي ما بقيه الناس خرجوا في الدول الثانيه، لا احنا هنعمل مؤتمر وعملناه اسمه رحمه للعالمين، عرفنا الشعب النرويجي برحمه النبي صلى الله عليه وسلم. والموقف ده اتخذته من التامل في السيره النبويه. استاذ محمد، احنا قرانا في تاريخ السيره النبويه ان في قصائد قيلت هجاء في النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ تمام، هات لي بيت واحد فيهم حدش فاكره، حدش حافظه. صحيح. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه اهملوه، سابوه مات، لا حد. انما لو كان الصحابه قتل الشاعر ده كان عاش شهيد الحريه والابداع وشعر زي سلمان رشدي كده، اللي مالوش لازمه حد فاكره، رجعوه من مقبره. انما النبي صلى الله عليه وسلم عمله اهملوه ولم يبق. يعني احنا يعني في قصيده مشهوره بتاع كعب بن زهير اللي جاي يعتذر للنبي على الصلاه والسلام، لانه كان قصيده قبلها بيهجو ويهاجم النبي على الصلاه والسلام، حد فاكر قصيده كعب الاولانيه ولا يعرفوها؟ لا خالص. وبقيت نبئت ان رسول الله وعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا رسول الله، الى اخر الابيات. فالناس افتكرت فقط اعتذاره والمات. ليه؟ لانه اهمل المسلمون الاسباب والايذاء وبقي المدح في رسول الله. فالاهمال مهم، والعمل بانك تتحرك بعمل ايجابي هو ده المطلوب. ان ناس جاهله بمحمد صلى الله عليه وسلم يبقى اعرفهم، مش ازود الجهل بان نعمل عمل عنيف. الدكتور احمد بيقول اللي كان المفروض، هو حكى سيناريو كده عجبني جدا، ان نعم المفروض نعم. كنا ناخد وفد الشيخ الازهر يطلع وفد يقابل رئيس الحكومه ويقول لرئيس الحكومه طب احنا بقى عايزين نفهم الناس القران ده كذا واعملوا كذا، يعني كنا ناخد مكاسب. الازهر ما يقدرش يعمل دي لان ما فيش في ظهره سلطه سياسيه يحجمها جوه اصلا. فهو انا معذرهم، انا عاذر شيخ الازهر والمشيخه، لانه اصلا ممنوع من الاعلام في بلده، فهيطلع ازاي يروح بره وسفرته محدوده. فبرضه دي نقطه ثانيه، احنا عندنا ناس يعني انت شايف ده اعلامنا وبلاد، ما فيش حرف طلع. خالد منتصر وبرين عيسى اللي لو كان واحد يعني الكلام اللي حصل في ديانه ثانيه كنت شفت فاطمه نعوت على غيره عشان بس. خالد ابراهيم عيسى له فيديو مشهور عن البقره. البقره في الهند، والبقره دي حموله، والبقره كذا. اضاحي ممزرك كل عام. انما عن القران اللي ما فيش حاجه. حتى لو تعاملوا مع القرآن ككتاب نص إبداعي بلاغي مش نص بتاع دين، حتى محدش ينكر عظمة وبلاغة والتصوير الفن الرائع في القرآن ككتاب مبدع. خليك ما انتش مؤمن بيك القرآن ومش عاجبك، لكن نص جميل وانت عربي، وده أفصح ما في لغة العرب. مادة إبداعية يا سيدي، تعال معاك إبداع. ما هو الأزهر في بيانه لم يتجاهل هذه الحادثة وأدانها، بل إنه وصفها بوصف أنا بقراه، كلمة بربري دي أنا مش أنا معاك في التحفظ، معاك تماما. يعني أنت بتتفق معايا في القصة دي؟ طبعا طبعا. طيب أنا ضم صوتك أنت لصوتي ونقول للأزهر برجاء أزهر. أتوخي الدقة في نعم. إطلاق لفظ ما يعني همجي باستبداله بلفظ بربري، لأن البربر شعب عظيم وشعب طبعاً. محترم ابن خلدون كان قدمته تاريخه كده اللي عن والبربر، عن التاريخ البربر. صحيح. فنرجو نعم. ان مشيخة الازهر تصلح المصطلح ده مع الاعتذار للبربر. طيب مع ذلك شيخ الازهر يا فندم لم يهمل الموقف ووقف ضده. لسبب، لان الازهر الموقف اكبر من انه يهمل. ثم ما فيش ولا جهه اسلاميه في العالم طلعت الا المؤسسه الدينيه التركيه وده الازهر. فعلى الاقل كان الاولى ان القنوات الرسميه تاخد موقف، ثم الازهر يجي هو كعنصر قوه ناعمه. انما احنا ما عندناش، فالمساله لو صمت معناه اصبح اقرار، وستصبح المساله قضيه سياسيه تخص تركيا عشان خلافها مع السويد في الانضمام للناتو بس، فدي مشكله. فمبررها الوحيد ان لازم من موقف. اما الاجراءات والتواصل اعتقد ده مهم، لو كان في
ما يعين، إنما الأسد للأسف مستضعف ومحاصر جوه بلده أكتر ما هو محاصر بره. فهذا جهد المقل الذي يملكه الأزهر. تحية لمشيخة الأزهر وتحية لحضرتك الشيخ عصام، ونرجو أنه نشوف من الأزهر تصحيح لكلمة بربر واعتذار للشعب البربري. الشيخ عصام إن شاء الله عايزين نلتقيك بقى في حلقة كاملة تبقى ضيف فيها عن آخر إصداراتك يعني، وإحنا نستفيد منها إن شاء الله يعني. نسعد بيك أسمح. وأنت وزير الإنتاج ما شاء الله. إسلام. ده أنت بتعمل كتاب كل شهرين مثلا. لا أنا يعني عندي برنامج يومي. برنامج يومي؟ للأسف النت قطع عندك يا شيخ عصام، لكن كل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عصام أحد علماء الأزهر، وكرر الشكر للدكتور أحمد غانم المراقب السياسي اللي قال كلام رائع جدا، وأيضا الشيخ عصام قال كلام رائع. فتحياتي لحضراتكم، وإلى أن نلتقيكم غدا إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة. أنا في انتظار الأزهر يصحح كلمة الأعمال البربرية. وبرضو قبل ما أختم، تحية لكل شعوب البربر من واحد سيوة في مصر إلى موريتانيا. تحية لحضراتكم، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.